السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلت أرض مسقط عمان على خير بفضل الله تعالى. إن شاء الله يعني النهاردة الخميس موعدي معاكم بعد صلاة العصر في عند مؤسسة قطر الندى، وإن شاء الله بإذن الله بكرة الجمعة نفس الكلام، والسبت آخر يوم للحجد عندنا المحاضرة وبعدين التوقيع. الأيام محدودة جدا وأنا جاية فترة قصيرة، ورغم كل الظروف اللي بمر بيها ولكن أثرت طبعا إن أنا آجي وأشوفكم، وإن شاء الله بإذن الله ألقاكم النهاردة الخميس أول يوم بعد صلاة العصر بإذن الله. ننتظركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.